يمكن فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي ادى دفعة معنوية للاعبين وللجماهير، جماهير اتحاد جدة، في طبعا مواصلة النتائج او التفوق في كأس العالم للأندية، وكمان استعادة هيبة اتحاد جدة المفقودة نسبيا في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة بسبب تذبذب النتائج. لكن الفوز على أوكلاند سيتي حتى وإن كان فريق مغمور، حتى وإن كان في النهاية هي مباراة افتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية، ويمكن قدر ان اتحاد جدة يخرج من مفاجآت المباريات الافتتاحية. لكن مواجهة النادي الأهلي هتكون مختلفة، بيواجه طبعا واحد من أكبر الأندية الإفريقية والعربية في البطولة، طبعا الجالية المصرية اللي موجودة في السعودية، هيكون في مؤازرة كبيرة للنادي الأهلي، خبرات ولاعبي أو خبرات لاعبي النادي الأهلي، مش عايز أقول إن هي ممكن، هل هي تؤثر على الجهاز الفني واللاعبين في اتحاد جدة والجماهير أيضا، ولا وجود بنزيمة ووجود كانتي وبقية النجوم في اتحاد جدة مخلية الجماهير مطمئنة؟ طبعا للأمانة الاتحاد حاليا كعناصر يعتبر يعني خلينا نقول من الأفضل حتى على مستوى القارة الآسيوية وليس فقط في يعني في المملكة العربية السعودية. العناصر الموجودة حاليا في الاتحاد تعتبر يعني عناصر عالمية، خصوصا في لو نرجع للماضي ان يعني لاعبين كبار جدا سبقوا ان فازوا بكأس العالم للأندية، يعني كريم بنزيما، كانتي، ايضا عندك فابينهو اللي هو لاعب ليفربول، يعني يعتبر من اللاعبين اللي حققوا تقريبا اغلب البطولات العالمية. يعني اللاعبين الموجودين حاليا في كجودة اداء وكجودة فنية وكخبرة في التعامل مع البطولات، انا اعتقد ان ممكن هذه اللي يعني هذه العناصر ايضا يعني المدرب مارسيلو جايارد سبق وان قاد اللي هو ريفر بليت في مونديال الاندية، فاعتقد ان العناصر هذه الموجوده من ناحيه سواء جهاز فني وايضا لاعبين، اعتقد انها يعني بالنسبه او خلينا نقول نوعا ما يعني تعطي افضليه للاتحاد جده على الاهلي المصري. الاهلي المصري فعلا فريق متمرس وفريق يعني خلينا نقول دائما ما يكون له تواجد في كاس العالم للانديه، بطل افريقيا. في المقابل الاتحاد حاليا هو يعني يظهر بشكل مختلف عن السنوات الماضيه، الاتحاد ممكن خلال الموسم الماضي عاد الى منصات التتويج بعد ما توج بالدوري بعد غياب طويل، حاليا هو يشارك بالمونديال، المونديال يقام في جده اللي تعتبر معقل لجماهير الاتحاد، فانا اعتقد ان هذه الامور ممكن انها تكون في يعني خلينا نقول في صالح الاتحاد اكثر ما هي في مصلحه الاهلي. يعني هل يعني ما فيش تخوف من نجوم النادي الاهلي اللي موجودين من خبرات لاعبيه؟ كمان كولر دي مش اول تواجد او اول قياده ليه لفريق النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، فبالتالي في خبرات مختلفه. هو اكيد طبعا المباراه يعني ما راح تكون مباراه خلينا نقول محسومه او مباراه يعني مثل مباراه اوكلاند، لا بالعكس المباراه ممكن يعني خلينا نقول 50% لكل فريق يعني كنسبه خلينا نقول كمعطيات كنسبه على الورق، ولكن يعني ممكن يكون هذه الامور يعني امور التخوف من المباراه مع الاهلي، او انا ما اعتقد ان في تخوف، اعتقد بالعكس ان الاتحاد جاهز من الناحيه الفنيه، يعني ولو كان يعاني من اصابات الا انا اعتقد انه هو الفريق حاليا جاهز، الفريق متحفز. ممكن كانت المخاوف مع اوكلاند بحيث ان المباراه خلينا نقول افتتاحيه وبين جماهيره، ممكن يكون في تخوف نوعا ما من قبل اللاعبين يعني بالظهور بمستوى سيء او نتيجه غير مرضيه، ولكن اعتقد ان الفوز على اوكلاند باداء فني مقنع وبنتيجه جيده اعتقد انها اعطت يعني دفعه كبيره للاعبين. في الجهه المقابله انا دائما ما يعني ما انوه ان الاهلي دائما هو فريق كبير ودائما ما يكون يعني تواجده في المحافل العالميه مختلفه بغض النظر عن المعطيات اللي تسبق يعني مشاركته في البطولات العالميه او البطولات اللي خلينا نقول الدوليه. الاهلي ممكن يكون عنده يعني حافز كبير
انه دائما الاهلي يعني ما يكون متواجد في او حاضر ذهنيا في المباريات الكبيره. الاهلي احنا كلنا يعني طبعا لو نرجع للذاكره انه كان يحقق انتصار على الهلال بنتيجه عريضه، في المقابل الاتحاد دائما ما يكون هو يعني ند قوي، ويعني المباريات مع الاهلي حسن هو لعب مباريات تاريخيا مع الاهلي وتمكن من الفوز على الاهلي، فانا اعتقد ان مثل هذه الامور يعني ممكن انها تؤثر على الفريقين، ان الاهلي هو راح يكون يعني عنده رغبه كبيره في تخطي هذه العقده اللي هي عقده الاتحاد السعودي، ما سبق وان فاز عليه في 2005 تواجهه في مونديال الانديه وتمكن الاهلي من الفوز، ايضا تواجهه بعد ذلك وتمكن اللي هو الاتحاد اقصد من الفوز. فانا بالنسبه لي يعني هذه المعطيات يعني ممكن ان اللاعبين في الاهلي تؤخذ كحافز بالنسبه لهم، وفي المقابل لاعبين الاتحاد هذا يعني هذا التفوق التاريخي ممكن ايضا يعني يكون في مصلحتهم.